عارفة ويزو دلوقتي ان في اجيال كتير ما تعرفش ايه هو الزيت الحار؟ لا والله الزيت الحار ده احلى حاجه في الدنيا اهو. اه طبعا عارفين انتوا عندكم عشان عندكم السرجه من زمان. سرجه اه طبعا سرجه محترمه الراجل ما بيغشش. تعرف ان في طحينه عليها دقيق طحينه عليها سوداني احنا سمسم بس سمسم بس غالي يا غالي. وانتوا السرجه دي بتاعتكم كنتوا؟ لا لا بتاع واحد اسمه جاد بتاع اسمه جاد راجل طيب. خلينا برضو نتكلم قولي لي يا حاجه ايه اللي بيميز طبق الفول بتاع البغل؟ كل حاجه بيوكسي كل حاجه خام كل حاجه ما فيش حاجه مستورده كل يعني الطحينه عندنا الحمد لله من السمسم الزيت الحار برضو خام الزيت الزيتون كل حاجه بنستخدمها الحمد لله خام 100% مفيش حاجه لا عليها سوداني ولا عليها بتاع ده لا السمسم سمسم كان ابيض او طبق الفول عندكم كام 8 جنيه 8 جنيه واربع اطباق سلطه 8 جنيه واربع ترغيف يعني ال 8 جنيه يجيبوا طبق فول وطعميتين طعميتين واربع ترغيف واربع ترغيف بس الغلا بقى فاحش دلوقتي بقى الغلا دلوقتي بقى يعني بقى اضعاف غلا كتير جدا جدا. طب ايه بقى الازايز دي احكي لي؟ دي دقه وده خل ماشي ده هناك ده ايه ده زيت حار اهو حار اهو ماشي زيت حار ده زيت حار اه. ويزو انت وقفت على عربيات فول كتير؟ لا خالص لا مالكيش في عربيات الفول؟ لا ولا بس بحب الفول البغل يبقى ما اكلش البغل لا والله اه طبعا طبعا لا انا اكلت طول حياتي دي ما اكلتش فول انا اكلت من فرعين المحله نو انا اكلت من محلين في المحله ده ده الاساسي الفرع الرئيسي اللي هو في المحجوب ولا شارع البحر عند عباس لان دي بلدنا فانا كنت عند عباس ايه العباس لا ما اعرفش اسم الشارع بس انا يعني الفول بتاعكم ما يتنسيش الحمد لله يعني ما يتنسيش فضل ربنا علينا.